هتشغلي اغاني مين في الميكروباص؟ شغل شيرين اكيد. كنت انا بالسياره عم بسمع مشاعر، فرطت بالبكي. هي الاغنيه ككلام كلها مشاعر احساس، يعني حتى شيرين بس تغنيها شيرين ملكه الاحساس. جمهورها بالملايين، صاحبة صوت جميل. العظيمة شيرين عبد الوهاب. انزل بالصورة استاذ عيسى. العظيمة شيرين عبد الوهاب. القمر طبعا. بحبها. حنية وجمال. والله بحبها جدا. والله يعني مش قادرة اقول. لا بحبك جدا وبحترمك جدا، انت موهبة مش طبيعية. شيرين انا شيرين. ديما كيتطرحلي هذا السؤال كنقول شيرين عزيز عليا، لانه كل واحد وعنده المطربه المفضله ديالو. انا عندي مطربه. ما تلاقيتيش معاها في مصر؟ انا بعتقد شيرين اجمل صوت مسائي موجود. شيرين احساسها فعلا اذا بدنا نقول على شيء يدرس حقيقي، احساس شيرين مش موجود. لو كنت منتج مين تختاري مطربه لانتاج البوماتك؟ شيرين. شو بتحبي لشيرين؟ أي غنية؟ لا ما في أي غنية. لا لشيرين لأني بحب كل أغاني شيرين. وشيرين هي ده حد ذاتها. نحن أصدقاء و بتغني لها أغنية بحفلات؟ لا. ليه؟ ما عندك الجرأة مايا؟ لا عندك كم غنية أنا بقدر غنيهم بصوتي المتواضع أكيد، بعيدا عن صوت شيرين يعني. بس لا. يعني كم غنية بتختاري؟ النهار المطربين الجداد طبعا شيرين دي احساس عالي جدا بالنسبه لمصر. مفيش حلاوه يعني بروح. كلنا بنتفق على صوت شيرين عبد الوهاب اكيد. شيرين رومانسيه دلوقتي مسمعه معاك؟ لا دلوقتي حالا يعني انا اخي كان شيرين. شيرين عبد الوهاب انا بحب صوتها جدا، هي اغاني جميله طبعا. جدا احساسها حلو. انا ليهم قدرات غنائيه مش عند حد، بتاعتهم موقع قدرات كقدرات طربيه وغنائيه. وشيرين في ناس معينه كده اللي هم قدرات معينه، اصوات فريده من نوعها. في شيرين عبد الوهاب هي حاله استثنائيه، يعني ما اقدرش اقول لك ان صعب يطلع زيها تاني، بس هو صعب يطلع زيها تاني. يعني شيرين احساس بيمس القلب. يعني ده هات لوحدك بالليل مش ساعات ممكن تسمع اغنيه وانت ماشي في العربيه تاثر فيك؟ هي دي اللي بتخليني اعيط بالظبط. يعني انت جبتي كمان شكلك بتعيط في العربيه. انت كمان والله شكلك بتعيط في العربيه مع شيرين. انا شيرين هي اللي بتعيط. انا في عربيتي شيرين دلوقتي. عرفت منين؟ انا شيرين هي اللي بتعيط. انا شيرين كنت جايبه اسمعها النهارده الحقيقه، من اكتر الاصوات اللي بحبها طبعا. شيرين من افضل الاصوات اللي جت في تاريخ الغناء العربي على مر العصور. مش انا ما بخافش بقى من حته اخر 10 سنين، ولازم احدد زمن كما لو كان اللي لازم ان احنا نرجم كل اللي حصل في العصر الحديث كما لو كانه مش موجوده. من افضل الاصوات اللي جت في تاريخ الاغنية العربية. بحبها جدا على المستوى الشخصي. احسن مطربه شيرين عبد الوهاب. شيرين احب صوتها. شيرين انا مطربات شيرين اكيد انا بحبها جدا بشكل غير طبيعي. بس انا بحب جدا شيرين.